في الكرة الماضية تبعد وتعود للوصل الوصل الوصل عن طريق شانكلاي. شانكلاي الأرجنتي. الله الله الله. في ديربي دبي، في ديربي بر دبي، الهدف وزنه ذهب، وزنه ذهب يا جماهير، الذهب. اي نعم، الهدف في ديربي بر دبي وزن قيراط من ذهب، والفريق اللي لونه ذهب، اللي لونه ذهب. الوصل كانت نصراوية، تحولت من الأرجنتيني شانكلاي. ووين وين دفاع النصر؟ وين دفاعات النصر؟ يتقدم يتقدم جابريل دي سوزا، ركنها، استقرت، تهادت في الشباك، في بر، في ديربي بر دبي. الهدف وزنه وزنه ذهب، بل قيراط من ذهب، والفريق اللي لونه لون الذهب يتقدم الآن في هذا الديربي الكبير. الهدف الأول البرازيلي. نعم البرازيلي، وعبر التاريخ البرازيليين عندهم كلمتهم. نعم قاموا الوصول. تركيز عالي الآن شانكلاي، وممكن مثل ما قلت ليما ممكن أيضا يسدد. ليما والله يتقدم الآن، ليما حطت للمعلم. نعم فابيو دي ليما، قلت لكم فيها ريحة هدف، ويأتي الآن الهدف. فيها ريحة هدف ويأتي الآن الهدف بإمضاء والأروع عن طريق المعلم فابيو دي ليما. بكل قوة يسجل ويأتي بالفرحة والسعادة والمزيد من الابتسامة للإمبراطور هنا في زعبيل بهدف جميل. الله 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 على هدف جميل يا معلم عن طريق فابيو دي ليما. بيخلي الشباك تتكلم، فابيو دي ليما بهدف ولا أروع. نعم يسجل فابيو دي ليما الآن، ويسجل هدفه الثاني بعد ما سجل في مرمى الوحدة أيضا في الجولة الأولى. نعم فابيو دي ليما الآن يسجل هدف جميل. والحديث طبعا عن مويا، وهذه كرة خطيرة للوصل، والتعادل يأتي، التعادل عن طريق الهدف الكبير ليما الخطير فابيو، ومن غيره الآن يتواجد هنا في المشهد ليسجل هدف التعادل. هدف التعادل هو الثامن والعشرين في هذه البطولة، الثامن والعشرين في هذه البطولة في المباراة رقم 47. هذا فابيو، هذا ليما صاحب الأرقام القياسية، كاتب الأرقام والتاريخ، ومحطم الأرقام والأهداف التي يسجلها الآن. هنا يأتي هدف التعادل عن طريق فابيو الهاتريك، لا زالت آثاره مستمرة حتى الآن بنشوة الهاتريك. فابيو ليما من الدوري يسجل هنا في كأس أديب هذا الهدف، وهو هدف التعادل لمصلحة نادي الوصل. ليما 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 إلى جيلبرتو، يا عيني يا سلام يا أوليفيرا، أوليفيرا أخذ من اسمه نصيب، أخذ من اسمه نصيب. نعم الوصل، الإمبراطور، فرقة الذهب، فرقة الذهب اللي ترفض أن تذهب إلا وهي محققة الانتصار. نعم الانتصار هذا شعارهم، جماهير الذهب يسجلون أجمل حضور في المدرج، والإمبراطور يسجل أكبر حضور في المستطيل الأخضر. هكذا هي صنايعهم، هكذا هي صنايعهم، تبقى صنايعهم في الأرض بعدهم، والغيث إنسار أبقى بعده الزهراء، أبقى بعده الزهراء. نعم الذهب لا يصدم، الذهب لا يصدم، والإمبراطور ذهب، الإمبراطور ذهب، ويسجل الآن أجمل حضور في هذه المباراة. أوليفيرا هيها لنفسه بتمويه بفنت جميل، الركنية من جديد لنادي الوصل. علي الله متصدر، يا ذهب، يا شمس، يا أصفر، هدف وصلاوي ثاني،
الصدارة في قبضة الفهود، الصدارة في قبضة الإمبراطور، هكذا يعلنها ويؤكدها علي صالح. هدف وصلاوي ثاني، ويا لها من تسديدة يا علي، أول أهدافه، هذا أجمل دخول، أول هدف، أول هدف في الموسم، ويا له من هدف. يا الله يا حبيبي يا حبيبي يا علي، على الطائر بكل قوة وضعها في المرمى لتعانق الشباك، لتطير بالوصل إلى الصدارة ويتمسك بالصدارة، الصدارة في قبضة الفهود. الله على هذا الهدف، على هذه الضربة، على هذه الثنائية الوصلاوية التي تأتي الآن والتي تمنح الفهود هدفا آخر، يهدي النفوس، يريح أيضا الجماهير. عرضية عالية، المحاولة خطيرة، والثاني، الثاني للإمام صاحب القميص رقم 10، يسجل 10 أهدافه، 10 أهدافه في مواجهات الفريقين. مدير السعادة، مدير السعادة في المستطيل الأخضر، الذهب الأصفر لا يصدم، وليما ذهب، ليما ذهب، ليما يسجل الهدف الثاني لمصلحة الوصل، والإمبراطور يتقدم بثاني الأهداف، يرفض أن ينتهي الشوط إلا هو متفوق، متقدم. هذه الكرة، هذه الكرة، هل فيها راية في اللقطة هذه؟ وصلت إلى ليما، واحدة من ليما، لا تترك ليما في هذا المكان لوحده، لا يترك ليما لوحده داخل منطقة الجزاء، ترك لوحده، عاقب بنياس العقوبة، حضرت سريعا من ليما، سجل 10 أهدافا، يتساوى إلى ليما، ليما نقلة أمامية من ليما، الكرة الخطيرة الآن لشنكلاي، شنكلاي سدد، يا حبيبي يا حبيبي يا شنكلاي، بالراقصين تانجو، أطلق صاروخية، صاروخية، الوصل، الوصل لا يعرف الهزيمة، الوصل لا يعرف الياس، الوصل يتمسك بالأمل، والوصل ذهب، الوصل ذهب، شنكلاي، شنكلاي الأرجنتيني، أطلقها صاروخية، 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 الشمس استمتع وهي تعانق شباكهم، استمتع وهي تعانق شباكهم، نظرا لقوتهم، لدقتهم، لجمالهم، وهي في طريقهم لشباك نادي. الكرة تصل بعد ذلك إلى علي صالح، تمريرة إلى ليما، وصلت بعد ذلك إلى كويتيريز، يا سلام، الله يا كويتيريز، إلى سياكا، بيلعب الكرة في مكان إلى شنكلاي، لو فتح مساحة، شنكلاي لو فتح مساحة، سياكا استلم، سياكا سلم، ليما لو فتح مساحة، ليما الله، سياكا الله، الوصل يا رب، وصلك ذهب، لعبك ذهب، لونك ذهب، تاريخك ذهب، جمهورك ذهب، جمهورك ذهب، سياكا واخر سياكا، واخر سياكا، هدف وصلاوي، هدف وصلاوي، مرصع بالذهب، من منهم اللي اجمل؟ شنكلاي ولا سياكا ولا كواتريز ولا ليما؟ عيدها يا مخرج من الاول، الهدف هذا هو الاجمل، اي جملة، اي لوحة، اي لقطة، اي لعبة، الله على الامبراطور، الله على هدف في هذا الديربي، لا يا مخرج لا حرام، من البداية يا مخرج من البداية، شوف النقلات، شوف التيكي تاكا، شوف ليما اذا ما سجل يصنع، لا 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 لا، كلام كبير، كلام كبير، الله الله يا سياكا، الله الله يا سياكا، خذها على صدره، بيلعب لك كرة في شباكي احمد شامبي، لازم تدخل، لازم تدخل، من لاعب الارتكاز، من لاعب المحور، هو
مو بكبير في العمر، لا كبير في العطاء، كبير في الأداء، كبير في الإنهاء، كبير في الهدف الذي يسجله في الدربي. سياكام إنه يسجل في الدربي، يا لهذا الوصل، يا لبيتسي ويا لكتيبة الإمبراطور. المدرج ينفجر، لكن يا مخرج من الأول من الأول من الأول من الأول، عيدها، عيد الجملة، كل النقلات اللي بدأت من ليما، اللي راحت إلى إسياكا، إلى راحت كويت. الوصل الآن عالية، عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة بتصل لشانكلاي، شانكلاي عرضية السلام، ما سلموها يا الزبيل، ما سلموها، كعبك يا ليما وكعب الوصلاوي عالي هذا الموسم. الإمبراطور يعود في الوقت بدل الضايع ويقول ما شيء ضاع ولا شيء راح، المستحيل ليس في زبيل. ليما يا كعبك يا ليما، يا قيمتك يا ليما، ليما يا ليما يا سلام، كعب في خمة، كعب في كلاسيكو، يا ليما يا ليما، من أين لك كل هذا؟ ليما منظرك حلو، لعبك تعود الآن إلى شانكلاي، شانكلاي شانكلاي شانكلاي، سدد من مسافة بعيدة وشانكلاي يقلص، شانكلاي يقلص، والإمبراطور يعود، الإمبراطور يعود بصاروخية من شانكلاي، بصاروخية من الأرجنتيني، الأرجنتيني يقلص الفارق، وعجمان أصبح متقدم بالأربعة، لكن مقابل هدف، مقابل هدف. نعم الإمبراطور عاد، الإمبراطور عاد، قلص الفارق الآن بصاروخية من اللاعب الأرجنتيني، أطلقها، أطلقها الأرجنتيني من مسافة بعيدة، راحت أرضية زاحفة، كسرت النتيجة السلبية بالنسبة لنادي الوصل، وصل إلى شباك عجمان، لكن لا يزال الفارق ثلاثة، لا يزال الفارق ثلاثة. ودقائق قادمة، جماهير الإمبراطور اللي صرخت فرحا بهدف التقليص أصبحت عندها أيضا سعادة. الصوت صوت بطولة، والأجواء أجواء بطولة، وترجع الكرة لفابيو ليما، ليما لجوتارس، جوتارس الآن، جوتارس يا سلام، ليما يضعها في المرمى، هذه لعبات ليما، هذه تسديدات ليما، هذه كلمات والحان ليما، في المرمى حطها واعلن عن تسجيل الوصل لهدف، تسجيل الوصل لهدف على حساب شباب الاهلي، وجوتيرس بمنتهى الذكاء والحنكه، وليما بمنتهى الحكمه حبكها حبكه، حطها في المرمى واعلن عن تسجيل الوصل لهدف، تقليص الفارق. يا دورينا، يا دورينا، دورينا الآن يشتعل أكثر فأكثر. ليما يضعها في مرمى حسن حمزة، قال له 10 فبراير 2024 جريت القرعة وتوزيع الفرق على المجموعات، كرة ملعوبة الآن، محاولة جول، ليما يأتي بالهدف الثالث، ليما يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 60، في الدقيقة 60 ليما يتقدم ويسدد ويأتي بثالث الأهداف لفريق الوصل. لاحظ هذه الكرة من شانكلاي إلى ليما في الجهة اليمنى، شوف مر من عادل سبيل وسدد في الزاوية البعيدة على يمين أحمد حمدان، ثالث أهداف الوصل، الوصل يتقدم بثلاث أهداف. شوف مهدي وعادل أخذ الاثنين في لعبة واحدة وبذكاء أيضا، شوف شوف، ومر من عادل وسدد بعد ذلك في الزاوية البعيدة على يمين أحمد حمدان، الهدف الثالث، الهدف الثالث في الدقيقة 90. ضربة ركنية الآن، ضربة ركنية، بوبلتي، كرة ملعوبة، الهدف الخامس،
الهدف الخامس، الوصل يسجل هدف خامس، هدف خامس. شوف من ضربة ركلية، نعم من ضربة ركلية، من ضربة ركلية يأتي الهدف الخامس. ضربة ركلية نفذت والكرة في المرمى، هدف خامس عن طريق فليبي، هو من لعب الضربة الركلية لعبها مباشرة في المرمى، خدعت أحمد حمدان. شوف ملعوبة مباشرة في المرمى، مرت من أمام حسن إبراهيم والزيودي وانخدع فيها حارس المرمى.